احسن الله عزاكم. جزاكم الله خير. شلونها الحين؟ تعبانه وايد، ما قالت كلمه من الصبح، ابيها بس تنامي شوي. عبد الله الله يصبرها، كلنا مصدومين. بقى براسك شي الله يخليكم بارك. يما ايش رايك تقوم من دارك نامي انت ترتاحين شوي، ولا تفكري كلنا حواليك. الله يطول بعمرك ما شاء الله. يلا يلا يخليكم ذخر. قولي بسم الله. بسم الله. الحين امي لازم ما تنام بروحها، تدرون امي مره كبيره وفيها السكري، الله يستر عليها من الزعل والتفكير، لازم واحد منا ينام عندها. عبد الله انا ما اقدر، انا هدي عيالي من الصبح ما اقدر. ايش فيكم قاعد تطالعوني؟ تتوقعون امي لو صار فيها شيء بعرف اتصرف؟ وبعدين عيب، عيب انا اصغركم. والله اللي اعرفه انا اصغر واحد فيكم. يا ملاختك، قاعد اتكلم عن البنات. بس عاد كلش مو وقته، ايوب انت اللي بتنام عند امي. عبد الله ايش فيك؟ ما تدري ان حياه تخاف تنام بروحها؟ وبعدين ان درت اني انا راح انام عند امي راح تعفس الدنيا علي. المشكله الحين صارت منو بينام عند امي؟ فكروا باكر شو راح يصير؟ اللي لازم يصير ان امي لازم تجي تعيش عند واحد منا. انا من الحين اقول لكم طلعوني برا الموضوع، تدرون انا عايشه بيت هريلي فما لي خلق مشاكل خلاص. صراحه المفروض انا اللي برا الموضوع، انا عندي عيال وبيت صغير والحال على قده. لا اذا بتقولي الحال على قده ترى كلنا على قد حالنا، بس شوفوا إذا أمي جات وعاشت عند واحد منا ساعتها نقدر نبيع البيت، وإذا بعنا البيت الخير بيعم علينا كلنا. لا تنسى إنك بتاخذون الضعف عنا. يو راسي عورني من هالموضوع، أنا بدق على ريلي بخليه ياخذني. لحظة قبل لا تدقين علي لازم نعرف منو اللي بينام عند أمي. قلت لك طلعني من هالسالفة، خلاص أنا بمشي. ندى أخذيني معك. أنا مو ناقص مشاكل، تكفى بات أنت عندها الليلة وبعدين يصير خير. سلام عليكم.